احنا اليوم بديوان امارة زبيد، كل قبائل زبيد تسمع بالعراق، احنا بتأييد من امير زبيد. كل احنا مع المتظاهرين امام زبيد، اضلعوا بكل ما تملكون، اضلعوا للشارع، ظاهروا، اليوم طالبوا بحقوقكم، حافظوا على الممتلكات، حافظوا على زبيد. اليوم امير زبيد يوجهكم للتظاهر، التظاهر السلمي. هذا اليوم يومكم بالتظاهر السلمي، اليوم تحافظون على العراق. أوصيكم عمامي تحافظون أولا وآخرا على العراق. العراق أبوكم، العراق أمكم، وإمارة زبيد أمكم وأبوكم. أمير زبيد معاد بن جاسم السمرمد يقول لكم فوتوا، اضحكوا، حافظوا على العراق، ظاهروا، حافظوا على ممتلكات الشعب. المظاهرات تكون سلمية حتى تحقيق مطالبنا الشرعية.